الحبال في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال وإلى العلا تعلو الجبال شد الرحال وهيا معنا هات الحقائب هات الحبال في الغابة. هاي هي البركسات صحيح؟ هاي بركسات شو؟ هاي بركسات العبدي، بركسات العبدي الباطون. باطون بتعرف انه انا يعني يمكن ثاني مره جاي مره واحده قبل لهون مثلا هاي ثاني مره باجي لهون. والله امتى انعمروا هاي؟ بشباط 2009 بشباط 2009 يعني بعد حرب نهر البارد تقريبا بسنتين الا كم شهر صحيح. كيف يعني كيف تنوجدت هاي البركسات؟ ليك هلا انا ما بعرف كيف انوجدت ولكن بعرف انه يعني اهالي مخيم نهر البارد بعد 3 شهور أو 3 شهور أو 4 شهور تقريبا بلشوا تحركاتهم في الشارع نرجع على نهر البارد لو نقعد بخيمة. هدول أنا بذكرهم منيح يعني وكنت بتابع هاي التفاصيل مع كل الشعب من نهر البارد كل أهل نهر البارد رغم كل الضغوطات رغم كل البعد رغم كل العذاب والقهر اللي نهرناه إلا أنه كانت الناس مصرة انه ترجع على المخيم ترجع على المخيم لو على خيمه لو على خيمه. فبعتقد انه هاي الضغوطات اللي صارت على الأونروا او صارت على المنظمه التحرير وصارت على الجميع يتحملوا مسؤولياتهم ولحتى يرجعوا الناس يقعدوا بالمخيم لانه احنا ما بدنا اعاده مره ثانيه على لمخيم تل الزعتر الجديد. ايوه صحيح دي المسح. فلهيك احنا اليوم موجودين بنهر البارد الحمد لله عم نقدر نعمل حلقتنا صحيح. من قلب نهر البارد قلب نهر البارد اكيد هاي شغله كثير كبيره والحمد لله. الشيء المهم بعد انه احنا عم نقدر نعمله انه سؤال مع الكشاف مكمل والحلو كثير كبير انه احنا عم نصور من قلب مخيم نهر صحيح. البارد والحمد لله يعني كانت هاي الضغوطات اللي عملتها العالم جابت هي سبب انه احنا نرجع على مخيم نهر البارد. انا بتشكرك حبيبي على مشاهدنا الكرام رح نبلش هلا ببركسات العبدي مثل ما تعرفنا عليها وكمان حنسال اهلها انه اي سنه انوجدت وكيف انوجدت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كل رمضان انت بخير. انت بخير حبيبي. تعرف على اسم الكريم حسين عطف ابو حسان. اهلا وسهلا حسين. انت اي سنه سكنت هون؟ انا سكنت بال 2009 9 هاي البركسات قديش عمرها يعني قديش صار لها؟ هاي صار لها من 2009 بدك تحسب من صار لها شيء 13 14 سنه تقريبا اقل شوي 11 سنه. كيف هيك حط لنا عيشه البركسات كيف؟ الناس اللي ما بتعرف عيش زفت عدم مي مالحة رطوبة شو بدك يعني فيها موجود للسيد أكثر. الله يفرجها آمين على راسي. على طيب راسي. حنروح لسؤال سؤالك عم بقول من هو الذي كان تستحي منه الملائكة؟ من هو الذي كان تستحي منه الملائكة؟ يلا رح أبلش أساعدك. هو أحد الصحابة يعني هو من الصحابة. هيا أعطينا أول فلتر زي ما بقوله من الصحابة. عمر بن الخطاب. كلا يلا. هو من أحد الخلفاء الراشدين كمان تزعلش. يلا هاي هونا لك عليها. قلت عمر لا معناته ضل 3 واحد من هدول الثلاثة. يلا حابة اليوم الناس كلها تربح. تربح إن شاء الله. يلا 3 احتمالات أبو بكر الصديق عثمان بن عفان علي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق. جواب نهائي. أكيد. أكيد. بعتذر منك قربت كتير بس إجابتك مش مزبوطة. شكرا لك كل سنة بخير. أنت بخير. السلام عليكم. مشاهدنا الكرام مع مشترك جديد السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا كيفك؟ الحمد لله. كيف صيامك؟ والله الحمد لله على الآخر تمام منيح إن شاء الله. صيام ما في تعب ما في كذا؟ هلا أنا من جهة التعب ما في عندي تعب أنا بشرب الليل وبنام بالنهار. أها طيب متعرف على الاسم الكريم؟ يوسف. يوسف إيش؟ يوسف وليد الجندي. أهلا وسهلا بدار الجندي. أهلا وسهلا فيه. كنا عم نسأل سؤال لجارك. أيوة. من هو الذي كان تستحي منه الملائكة؟ من هو؟ احنا ساعدناه نديل ابو خلف قلنا له انه احد الصحابه واحد الخلفاء الراشدين واعطيناه 3 احتمالات. اي 3 احتمالات شو هن اياهن؟
طيب بس اذا ما بتعرف بدي ازعل منك. شو بقى انا بصراحه انا علي, علي بن ابي طالب عثمان بن عفان ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق جواب غلط. غلط لانه ما قلت لي يا حسين غلط. يلا بعد في عندك واحد من اثنين, يا علي ابن ابي طالب يا عثمان بن عفان, وبدي هيك تنقر ونقر. مين احسن؟ علي؟ احسن علي. علي مش الحال علي. مش الحال علي؟ اه جوابك غلط. قلت لي علي اطلع. مين ضال؟ البطل عثمان. طلع بطل اخر شيء. عثمان بن عفان. أيوة. رضي الله عنه. رضي الله عنه. هو الذي كان تستحي منه الملائكة. تنسى بعد؟ لا. طيب انا عشان هيك بدي اعطيك جائزة لانك ما حتنساه. جائزتك تقدمت بعدني محلات عماد حميد. بعدك ذاكر ايش؟ اهلا وسهلا. الحزوره حزرتني هذيك السنه في رمضان. شو هو؟ الذكر قلت لي في اربع اخوه براس واحد. شو طلعوا؟ ما هيك طلعوا الطاوله. طلعوا الطاوله وبعد عندك طاوله؟ ايش؟ عن جد؟ اسرائي على بوكس بس انا ما هديناك طاوله. شكرا لك. شو عم بيساوي الزلمه؟ السلام عليكم. سلام. كيفك؟ كيف الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو بتساوي؟ عم بقص الخشب والله. ليش؟ شو بدك تعملها؟ سندي تعيط الباب. سندي لتحت الباب عشان ما يصيرش تدبش على الهواء. ايوه يعني عينكم هواء. نعم. وضعكم منيح؟ لا مرتاح على قولنا بصير احنا عندي بصيرة مصيف. ايه متعرف على الاسم الكريم؟ حسين داوود. حسين داوود. اليوم حلقتنا من هون من البركسات. عرفنا البركسات هاي عمرها شي 11 سنة تقريبا من شباط ل 2009 تقريبا. شو الاشياء اللي بتنقصكم بالبركسات؟ يعني كل شيء. خبرني هيك لو بإيجاز. كل شيء ناقصه. قول لي سمي لي خلي بالك. الشباب الله يبارك فيهم تعاون الكشاف عندكم كانوا يجيبوا خبز للعالم بس بس هذا اللي وصل لهون. في كتير شغلات ناقصه. صيانه اغاثه. الناس عايفه حاله الفقر تحت الصفر. الله يكون بالعون. الله يفرجها. في ناس ما ملاقي تاكل هون. الله يفرجها. انا بعرف اليوم انا عم باكل في ناس ما عم تاكل هون. في ناس السباق عندها فيش فطور عندها. ان شاء الله بيكون حدا من المسؤولين عم بيحضرنا وبيسمع هاي الصرخه بيكون في نتيجه من وراء هذا الشيء. حكينا كثير ونشدنا بعض المسؤولين وبعض الناس اللي عم بيجيها يعني هاي الايام اللي هو لازم يكون في شيء اسمه التكافل. صحيح. لانه هي اول شيء ايام رمضان ايام وباء ونحن من قبل الوباء عايشين بوضع اقتصادي صعب. صحيح. فكلياتنا نجمعوا مع بعض. صحيح. الله يفرجها. وضع سيء كثير. نرجع للبرنامج. نعم اهلا وسهلا سيد حسين. اهلا فيك حبيب قلبي. سؤالك عم بقول. نعم. ما اسم اول صوره نزلت في مكه المكرمه؟ اول صوره نزلت في مكه المكرمه. يلا صورة. أول صورة نزلت في مكة المكرمة. اللهم صل على سيدنا محمد. بعتقد يمكن أيوة عشان ما أكون مخربط أو شيء صوتي يمكن لما ربنا قال سيدنا محمد قال جبريل قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. يمكن بعتقد هاي الصورة. هاي الصورة أكيد صح. شو أكيد. اسمها؟ بس أتذكر. يلا فيك تكمل الصورة. كمل الصورة بعتقد رح تعرف. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي القلم الذي علم بالقلم. عيدها. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. شو يعني اسم الصورة؟ العلق. شو هي؟ صورة العلق. 100% برافو عليك كمشتها. سورة العلق هي أول سورة نزلت. صحيح. على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا راسي مطوش شوي عشان بس ما شاء الله عندك مطوش. لا لأني بقرأ وحافظ هيك شغل. الله يقويك. متابع يعني. الله يقويك يعطيك العافية. الله يعافيك. تربح معنا جائزة. جائزتك تقدمت الماهر تكنولوجي. ألف مبروك لإلك. الله يبارك. وارجع لشغلك ما حنعطلك. الله يبارك. السلام عليكم. خلينا نكسبكم. الله يرضى عليك. نفطر سوا حبيبي. كلك ذوق ما بتقصر. خير الله. الله يخليك. الله يعطيكم حبيبي. السلام عليكم. السلام. كيفك؟ الحمد لله. كل رمضان وانت بخير. وانت بخير يا رب. الله يخليك يا رب. كيف شغلك؟ الله لا شغل ولا عمي. إنا سبع شهور لا شغل ولا عمي. قاعد بالبيت. شو كانت شغلتك أساسية؟ على الونش. ما في حدا لو طلع ونش ولا شيء. لا تطلع ولا تنزل. الله يفرجها. متعرف على اسم الكريم؟ يوسف محمد الجندي. أهلا وسهلا بحبيب القلب يوسف. يوسف مجهز لك سؤال حلو خفيف نظيف ما بيكون صعب. ماشي. عم بيقول السؤال
في خمس خوات، لكل واحدة منهم في أخ. قديش بكون عدد العيلة؟ عيلة فيها خمس خوات ولكل أخت في أخ، قديش بيكون عدد العيلة؟ خمسة. عشرة. كلا قربت. 12. ها؟ 12 كمان. لا أقل ولا أقل؟ خمس خوات. خمسة. خليني أقول لك، خمس خوات لكل واحدة مني في أخ، قديش بيكون عددهم؟ خمسة. ستة. عددهم عشرة. عشرة. كلا قلت لك عشرة. لا شو؟ ستة. خمس بنات ولا شو؟ كل واحدة إلى أخ. ستة. ستة. كيف زبطت معك ستة؟ طيب خلينا نشوف. ستة. شو ستة؟ جواب صح عشان اريحك. ماشي تنفس، خذ نفس. بس كيف طلعوا ستة؟ هندي خمس خوات ولا كل واحدة فيهن في اخ؟ شو واحد اخ واحد؟ ما هو اخ واحد. اخ واحد للكل. شو هو؟ اخ واحد للكل. برافو عليكي. هو نفسه الاخ للخمس خوات، وهن خمسة صاروا ستة. صح. نسمع زقفة. أول شيء للمعلم يوسف حلويات الرشيد. الله يبارك. ألف مبروك لإلك. الله يبارك فيك. وينعاد عليك بالصحة والعافية، وإن شاء الله بتنفرج يعني الأيام وبترجع لشغلك إن شاء الله. اللهم آمين. آمين آمين. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، كافيين معكم ببرنامج سؤال مع الكشاف من بركسات العبدي مع مشترك جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟ الحمد لله بخير. كل رمضان وانت بخير. وانت بخير. نعاد عليك. وعليك ان شاء الله. تعرف على اسم الكريم. عوض الهاشم. اهلا وسهلا بالسيد عوض. عوض صديق وزميل الدراسي. الله على راسي. الله يخليك. عوض شو عم تشتغل هالايام؟ عند ايمن الحاج يسعد. وشغلكم منيح؟ الحمد لله مصدر. العالم اللي بتيجي تشتري عم تشتكي من غلى الاسعار؟ اسعار الحاج شيء طبيعي، ما كلها الغلى. اها اها. طيب. ارحم من هون وارحم. طيب. من برا بكثير. طيب يا عوض، كيف معلوماتك عن فلسطين؟ ما كلها الاد. ما كلها الاد. تنشوف اللي ما كلها الاد. يعني اخترت لك سؤال خفيف نظيف. اعلى قمه في جبال فلسطين. يلا شو هي؟ شو هي اعلى قمه في جبال فلسطين؟ شو؟ طب بجبل لبنان؟ شو؟ طب في جبال فرنسا يا أخي؟ جبال ولا واحدة؟ ولا واحدة. بحب البحر. طيب كل سنة وانت بخير. وانت بخير حبيبي. على وضل بخير. تسلم حبيبي. السلام عليكم. مشاهدنا الكرام، مكافيين معكم في البرنامج مع مشتركين جدد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفكم؟ مع مين بتحبوا نبلش؟ مع الحاج. يلا تسمحوا لنا. يا مرحبا. مرحبا بكم. أهلين. كيفك؟ يا هلا. نتعرف على اسم الكريم. سليمان عبد الرحيم. أهلا وسهلا بالعم سليمان. أبو إيش؟ أبو نادر. أهلا وسهلا بالعم أبو نادر. كل رمضان وأنت بألف خير. وأنت بخير. وتضل بالصحة. الله يخليك. بالصحة والعافية. الله يخليك. من أي بلد أنت؟ والله من صفوري. والله من صفوري. مش عايز برضه صفوري. من صفوري. والله من صفوري. بس احنا خلص، احنا كلياتنا بالهوى سوا. صحيح. بعدنا بنقول صفوري وساسا. احنا فلسطينيين لاجئين معطرين. صحيح. مشحرين مش بس مشحرين. سؤال. طب. اذا انت متابع رياضه بنهر البارد هلا لازم تعرفه. انا ما بتابع رياضه. معناته الاخوه اللي هون بيساعدوك. ما بتابع تلفزيونات. ولا بتتابع. اريح لراسك. ما بتابع. سؤال عم بقول. انا زلمي بعيد عن المخيم 47 سنة. والله وين كنت؟ كنت بالمستشفيات بشتغل بالمستشفيات. اها. انا بجيش على المخيم غير لنام. بشتغل 16 ساعة من اصل 24 ساعة. الله. بعرفش حدا في نهر البارد. الله يقويك يعطيك العافية. عليكم السلام. الله يقويك. الله يحفظك. يعني ان شاء الله بتكون هاي المسيرة كلياتها
طبعا تكون هيك اثمرت وبتكون انت راضي عن اداء. والله الحمد لله عن اداء راضي، ساعدت الناس. نعم الحمد لله، لانه مجهود، وانك انت تيجي على البيت بس لحتى تنام، لحتى تنام كمان عم بتضيع من حياتك ساعات. نعم نعم. بالتعرف على الناس وحياتك الاجتماعية وكذا. صحيح. فانت حضرتك ممرض ودكتور. انا ممرض مجاز. امبارح يمكن كان اليوم العالمي للممرضين. صحيح. فمنهنيكم بهذا اليوم. انا لي تقريبا سنة ماخذ تقاعد وقاعد بالبيت. الله يعطيك العافية. خلاص صار لازم ترتاح اصلا. الحمد لله. هيك لازم ترتاح. الحمد لله. طيب هلا يعني انت لو انك بعدك عم بتزاول المهنة بموضوع الكورونا، كيف كان ممكن، او انت شو برايك انت كهي الخبرة يعني اللي اخذتها؟ يا اخي الكورونا هذا فيروس عنيد. فيروس ما له علاج. اهم شيء الوقايه منه. وقايه اهم شيء. نعتزل عن المجتمع ونقعد ببيوتنا وما نلمس المسطحات. وكل ما بدنا نلمس مسطح بدنا نغسل ايدينا. اهم شيء غسل اليدين، غسل اليدين، غسل. هاي اهم شيء بالوقايه من كورونا. هلا عم بيحكوا انه حيسكروا البلد 4 ايام. اخي مزبوط. لانه بتعرف يعني الجراف تبع الكورونا، هامش الكورونا علي علي. ليش علي؟ لانه الناس تجاوزت الحدود المسموح. صح. صارت الناس تنزل على الشوارع، صارت تروح على القهوه، صارت ترجع للمجتمعات طبيعيه. نسيت انه في كورونا، انه كانت وكل يمكن تقريبا انه نسينا. الله يفرجها. هالشيء اللي كان. الله يفرجها. رجع انتشر بشكل. انتشر. طيب. ما هو شو بده حضوني. عم ابو نادر سؤال، مع مين، مع اي نادي بيلعب اللاعب احمد طه بنهر البارد؟ هلا انت يمكن تقول لي ما عارف، بس الشباب يساعدوش. ويلقب بداي. مين احمد طه؟ مين داي؟ ما بعرفه. لا احمد طه يلقب بداي. تنمية. جواب اكيد. اكيد. بلكي بنغش شو خلص يغش تكال عم. هي هي. اجابتك صحيحة 100% مع نادي التنمية. طبعا بوجه تحية من خلالك لأحمد طه المعروف بداي. ان شاء الله بنتمنى له المستقبل ان شاء الله الناجح في عالم الرياضة كرة القدم. جائزتك تقدمت طه جروب. الف مبروك. الله يبارك فيك. وانبسط فيك. تسلم حبيب الاهلك. الله يرضى عليك. الله يخليك. شكرا طبعا على النصائح اللي اعطيتنا هي، وان شاء الله الناس هيك بتلتزم بالجدية ان شاء الله تتعامل، لانه احنا عايشين بمخيم يمكن هو 2 كيلومتر بس، ولكن فيه كثافه سكانيه. فاليوم الله لما حامل المخيم. صحيح. لما ينصاب احد في كتير نسبه لحتى يرجع يعلى الجراف على الاخير. فنطلب من العالم عن جد يا اخي شبنا بنستهتر كمان شوي. صحيح. الله يفرجها. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. نشوفك يا مرحبا. السلام عليكم. كيفك؟ كل رمضان وانت بألف خير. وانت بخير. ضل بصحتك وعافيتك. عارف. نعمها اليوم. ها والله. نعيمة. نعيم عليك. الله يخليك. بتعرف على الاسم الكريم؟ أيمن عمر. أهلا وسهلا. أبو إيش؟ أبو عمر. أبو عمر. عراس يا سيد أبو عمر. قديه صار لك قاعد هون بالبركسات؟ فيك تقول شيء 13 سنة. كيف عشت البركسات خلينا نقول؟ من إيش عم بتعانوا؟ الحمد لله. الحمد لله ما نعاني، بس من المي المالحة. في مي مالحة. بس. الله يفرجها. الله يخليك. ويظبطوا هالاوضاع شوي. وانت عم تنطر بيتك بالقديم؟ باي حي انت؟ صفوري. صفوري. ان شاء الله يعني يسرعوا قد ما فيهم الانروا بهالاعمار، يبطلوا يماطلوا. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب سؤال عم بقول، شو هي اعلى قمه في جبال فلسطين؟ اعلى قمه في جبال فلسطين. جبال فلسطين. في جبل بفلسطين هو أعلى قمة، يعني فيه أعلى قمة. فين اسم الجبل؟ صعب. صعب؟ جبل الطور. لا. بحرف الجيم ببلش، يعني جبل بحرف الجيم. جا
هو من أربع أحرف. شو يا أبو عمر؟ شو يا أبو عمر؟ شو؟ أيوة شو؟ أنا لو سألني أي سؤال بدي نهون علي. دين والله عرفوهن الاثنين. في جواب. أعلى جبل بفلسطين. شو؟ وبيبلش بحرف الجا. أو كلمة من أربع أحرف. شو في بعد؟ شو؟ دلو. جرمك. جرمك. شو هو؟ جبل جرمك. الجرمك. الجرمك. خلاص؟ خلاص. 100% جبل جرمك هو أعلى جبال فلسطين. جائزتك تقدمت محلات عماد عبد العال عمادكو. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعرف طيب شو أعلى جبل بلبنان؟ جبل لبنان. جبل بداوي. لا يا زلمة مالك. شو؟ شو بلبنان؟ أقع على جبل بلبنان. جبل طربل. لا يا زلمة طربل يا هون. أسلقه من هون. القرن السوداء. إذا حدا احنا سأل. احنا بنسمع فيها ان القرن السوداء تابع على جبلنا. أعلى هي لا هي في سلسلة جبال 40. أبو عمر من عندك بدنا ننهي حلقتنا لليوم. بدي أتشكرك. كل رمضان وأنت بخير. وأنت بخير. وإن شاء الله نرجع. ما بدي أقولك السنة الجاي. قبل ما يبلش موسمنا السنة الجاي كنا نقلته على سفورية. راسي وأهلا وسهلا. أهلا فيك. ونستضيفك عندنا. الله يخليك. أهل كرم. مشاهدنا الكرام لهون بنوصل ختام حلقتنا لليوم. كانت حلقة ممتعة من بركسات العبد البطون وإن شاء الله بتكون آخر حلقة من هالمناطق. المرة الجاية إن شاء الله يا أما بتكون بنهر البرد ببيوت الأصلية أو الرجاء الكبير يعني تكون بفلسطين إن شاء الله. شكرا لحسن المتابعة. بتمنى لكم سهرة ممتعة. بنشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.